بين الأهل وصالح قصة عشق، حب من أول نظرة، وفاء وانتماء للأبد. لم يعرف صالح طوال تاريخه سوى النجاح، تألق بشدة في ملاعب الكرة، بمجرد الاعتزال واصل النجاح في المجال الإداري حتى توقع له الجميع بمستقبل كبير. تولى صالح منصب مدير الكرة بالأهلي، وكان له فضل كبير في ظهور جيل جديد بالأهلي في بداية السبعينيات بتأسيس فريق التلمذة، لكن صالح استطاع بقوته وكبريائه أن يصنع لنفسه مجدا كبيرا في عالم الإدارة، حتى أصبح رئيسا للقلعة الحمراء عام 1980. على يديه فاز الأهلي ببطولة إفريقيا لأول مرة عام 82. استمر في منصبه حتى عام 88 قبل أن يترك رئاسة النادي لعدة سنوات، لكنه عاد لاستكمال المشوار عام 92 صانعا الكثير من الأمجاد. كان صالح يمثل أنموذجا فريدا في الإدارة الرياضية، يرفض الخروج عن النص، فوضع الأهلي في مكانة خاصة. على يديه استمرت مدرسة الأهلي في تعليم الآداب والأخلاق قبل الرياضة والبطولات. عام 85 قرر صالح سليم إيقاف 16 لاعبا بالفريق الأول بالأهلي قبل مباراة مهمة أمام الزمالك ببطولة كأس مصر. لعب الأهلي تلك المباراة التاريخية بفريق من الشباب أمام نجوم الزمالك الكبار، استطاع الأهلي تحقيق الفوز لتنتصر مبادئ الأهلي على الجميع. استمرت مواقف صالح الخالدة، لا ينسى أحد مقولته الشهيرة: الأهلي فوق الجميع. رفض بشكل قاطع تمرد أي نجم كروي مهما بلغت شهرته وأهميته داخل الفريق، فقرر إيقاف العديد من النجوم عبر أجيال مختلفة ليظل الأهلي هو مدرسة الإدارة الرياضية بفضل هذا الرجل العظيم.